مشاهدينا الكرام، الرسمة بتاعتنا اليوم انتهت مع الرسام المبدع فتحي الرياني، حياك الله. ونشوفها في الرسمة هنا يا مخيمات ومكتوب تورغاء، نشوف الرسام شنو يشرح لنا أكثر على هذه الرسمة. تضامنا مع نازحي تورغاء بهي اللي حبينا نكونوا نحسوا بهم شوية، عنده لوحة كاركترية تنقد إن شاء الله، نسأل الله أن يعيدهم لأرضهم وبلادهم. نسأل الله أن يفرج على أهالي تورغاء وأهالي بنغازي وجميع النازحين.